أهلا وسهلا فيكم من جديد. هلا في عنا سينيالي دي فينه دل ديفيتو دي سور باسو. نحنا قبل منها كنا أخدين واصلين لعند هاي الإشارة اللي هي الديفيتو دي سور باسو، وحكينا عنها وشفنا الأسئلة اللي بتيجي فيها. هلا فينه دل ديفيتو دي سور باسو، يعني نهاية منع التجاوز. شو ممكن تجينا أسئلة عليها؟ طبعا هاي الإشارة بتقلك إنه من هذه النقطة وإلى الأمام صار فيك تتجاوز، ما عاد في مشكلة، إلا في حالة واحدة، إذا بدك تتجاوز الخط الأبيض المستقيم الغير متقطع في منتصف الشارع. طبعا هذا إذا بدك تتجاوز للخط الأبيض وهو متصل ممنوع التجاوز، بس يكون مقطع بيكون مسموح التجاوز. السينيالي رافيغوراتو ها فاليديتا بير توتي لي 24 اوري، يعني هاي الإشارة شغالة 24 ساعة، ما في والله انه بس في النهار او بس في الليل. فإذا فيرو السينيالي رافيغوراتو نون امبوني ان بارتيكولاري ليميتي دي فيلوسيتا، يعني هذه الإشارة لا تفرض علينا سرعة محددة، يعني ما مو سب يعني ما لها علاقة أصلا بالسرعة، يعني ما تيجي بتقول لك إنه والله بعد نهاية منع التجاوز صار فيك أنت مثلا تمشي بسرعة معينة، لا، حسب سرعة الشارع بتمشي. فمثلا إذا كان الشارع لازم تمشي في أقصى حد 80 130 110 حسب. فإذا السينيالي رافيغوراتو نون امبوني، إذا لا تفرض علينا سرعة يعني حد سرعة معين. فإذا فيرو السينيالي رافيغوراتو انديكا لا فينه ديل ديفيتو دي سوستا ان سيكوندا فيلا، طبعا خطأ. ليش؟ السينيالي رافيغوراتو انديكا لا فينه ديل ديفيتو دي سوستا، يعني ممنوع انك تصف السيارة، ممنوع الوقوف ان سيكوندا فيلا، يعني سيكوندا فيلا يكون في بريما فيلا اللي هي السيارات اللي بتكون صافة قريبة من الرصيف، سيكوندا فيلا بتجي اللي بيكون واقف لوقت محدد، يعني على السريع بده ينزل ويرجع ياخذ السيارة. طبعا احنا كله هذا ما لنا علاقة فيه، فاذا فالسو. السينيالي رافيغوراتو indica la fine del divieto di sorpasso tra le sole autovetture، يعني هذه الإشارة بتقلنا إنه هون انتهى منع التجاوز فقط بين السيارات. لا، هي مو بس بين السيارات، بين كل أنواع العربات التي تمشي على الطريق. فإذا فالسو. السينيالي رافيغوراتو indica la fine del divieto di sosta su entrambi i lati della strada، كمان نفس الشيء عم يحكي عن السوستا واللي هي صف السيارة على جانبي الطريق، انه هاي بتقول لك هون انتهى المنع، طبعا فالسو، اصلا ما في هيك اشارة، لا وجود لهيك اشارة. السينيالي رافيغوراتو indica che è finito l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza، عم بتقول لك هي الإشارة إنه هون انتهى الإجبار على اتخاذ مسافة أمان بين السيارات، ما لها علاقة هي بمسافة الأمان، هي فقط نهاية المنع للتجاوز. فالسو. السينيالي رافيغوراتو è un segnale di fine prescrizione، طبعا ليش؟ لأنه نحن اتفقنا إنه إشارات المنع هي إشارات prescrizione، يعني بس نشوف هاي الكلمة اسمها prescrizione اللي هي فرض، هذا شيء مفروض علينا إجبارية، يعني نحن اتفقنا إنه بس الإشارات الخطر اللي هي سينيالي دي بيريكولو هن سينيالي بس دي بيريكولو، ما لهم علاقة بالprescrizione. أما كل شيء له علاقة في الأولوية precedenza divieto منع وobbligo إجبار
كلهم اسمهم prescrizione. Presa, il segnale raffigurato è un segnale di fine prescrizione. Isan intaha hada l'ijbar, vero? Il segnale raffigurato prescrive il divieto di marcia per file parallele. C'è nel file parallele, aslan? Il file parallele è lamma انت بتكون ماشي في شارع هو شارعك، وبنفس الشارع ممكن تمشي سيارة جنبك على اليمين أو على اليسار، يعني في الشارع مسارين أو ثلاثة، فدول بسموهم فيلي باراليل، يعني أنت ماشي بخطوط متوازية بنفس الشارع بنفس الاتجاه. بس نحن هون ما لنا علاقة بهذا الموضوع. السينيالي رفيجوراتو بريسكريبي الديفيتو دي مارشا، يعني بيفرض علينا المنع المشي بفيلة باراليلة. طبعا فالصو. السينيالي رافيجوراتو può essere posto sia nei centri urbani che fuori. يعني ممكن تلاقيه ضمن مراكز المدن أو خارجها. Vero? Il segnale raffigurato indica il punto in cui termina il divieto di sorpasso. يعني بتخبرنا أنه هون النقطة التي ينتهي عندها منع التجاوز، صحيح؟ vero؟ In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso se deve essere oltrepassata la striscia continua. يعني في وجود هذه الإشارة يمنع التجاوز إذا كان عليك أن تتجاوز الخط الأبيض المتواصل، هذا اللي بيكون في منتصف الطريق. نحن قلنا مظبوط، الحالة الوحيدة اللي بتمنعك بعد هاي الإشارة بإنك تتجاوز، طبعا هاي نهاية منع التجاوز، صار فيك تتجاوز، إلا إذا إجاك خط في المنتصف مستقيم ممنوع ساعتها تتجاوز لحتى يرجع يصير مقطع. Il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità. Limite massimo di velocità ma non ha la fine, احنا بي حد السرعة الأعلى. Preso un falso. Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di transito per tutti gli autoveicoli. يعني ما هي الإشارة بتقلك إنه هون نهاية منع العبور لجميع السيارات، ما لها علاقة، فالصو. السينيالي رافيجوراتو إنديكا لا فينة ديل ديفيتو دي سورباسو بريتشيدتين بريتشيد السينيالي رافيجوراتو إنديكا لا فينة ديل ديفيتو دي سورباسو precedentemente imposto. يعني عمل لك نفس هاي الإشارة بتقولنا إنه هون وقف انتهى منع التجاوز الذي كان موضوعا في السابق. صحيح، انت قبل منه قبل هاي الإشارة بكون عندك منع التجاوز، فعم تقول لك هاي الإشارة تلغي اللي كانت قبلها. فيرو؟ اوكي تمام. طيب هلا بنكمل بهاي الاشاره. اسمع، سينيالي دي ديفيتو دي سورباسو، اشاره ممنوع التجاوز بير لي اوتو كاري، لي الكاميونات وعربات نقل البضائع، كي سوبرانو 350 تونيلات، الذين يتجاوزوا 3.5 طن. نحن أهم شيء نعرفه إنه ممنوع على أي عربة تنقل بضائع مثل هاي تتجاوز وزن 3.5 طن بينا تتجاوز أي نوع من العربات التي لديها محرك. يعني إذا أنا هون عندي سيارة عادية، سيارة ممكن تتجاوز سيارة، لو عندي سيارة نقل بضائع ولكن ما وصل وزنها 3.5 طن كمان فيها تتجاوز. أنا لو عندي أوتوبوس باص فيه يتجاوز ولو وزنه
18 طن، 10 طن، 4 طن، ما عندي مشكلة. أنا أهم شيء أعرف إنه اللي عم يقوم بالتجاوز هو سيارة نقل بضائع ولا نقل أشخاص. إذا نقل بضائع معناها لازم نشوف وزنه بيزيد عن 3.5 طن ولا ما بيزيد. إذا بيزيد ما فيها تتجاوز، إذا بيقل فيها تتجاوز. العربة اللي تحمل بضائع تستطيع تجاوز فقط العربات التي ليس لديها محرك، اللي هي الدراجة الهوائية أو العربات التي تجرها حيوانات أو العربات التي يجرها الإنسان. تمام لهون؟ خلينا نشوف من الأسئلة بركي بنفهم أكثر. السينيالي رفيجوراتو كونسينتي يسمح أد أون أوتوبوس، أوتوبوس يسمح للأوتوبوس. فإذا عرفنا نحن مبدئيا أنه لنقل الأشخاص يسمح للباص دي ماسا بينو كاريكو باري أدي تشوتو تونيلاتي، يعني وزنه يزيد، يعني وزنه يساوي 18 طن بأن يتجاوز أوتو ترينو. أوتو ترينو هو لنقل البضائع. إذا الباص بده يتجاوز أوتو ترينو، إذا يسمح له غيره، يسمح. ليش؟ لأنه لنقل الأشخاص هو وليس لنقل البضائع. السينيالي رفيجوراتو فيتا أي فييكولي دي ماسا أبينو كاريكو سوبريوري أتري 50 تونيلات، إذا يمنع على العربات التي تتجاوز حمولتها 3.5 طنلات نون ديستيناتي الترسبورت دي بيرسوني، ليست مخصصة لنقل الأشخاص، فإذا هي مخصصة لنقل البضائع. دي سور باساري فييكولي أ موتوري، فإذا فييتا غيره فييتا، لأنه هدول عربات تتجاوز 3.5 طن سوبريوري ونون ديستيناتي الترسبورت دي بيرسوني، فإذا هم لنقل البضائع. السينيالي رافيجوراتو فيتا إل سورباسو اللي أوتوز نوداتي. شن الأوتوز نوداتي؟ أوتوز نوداتي هو باص، هذا الباص الطويل اللي بيجي باصين سوا وبيكون بيناتهم ريموركيو اللي هو رومان، بيعلق الباص الأول بالثاني. فإذا هدول الباصين هم باص واحد معلقين ببعض، بنشوف نحن باص طويل كتير، هذا اسمه أوتوز نوداتي، ما نخربط فيه. فإذا هذا لنقل الأشخاص وليس لنقل البضائع. فإذا فييتا السورباسو على أوتوز نوداتي يمنع التجاوز بالنسبة للأوتوز نوداتي، فالسو يسمع. In presenza del segnale raffigurato è vietato agli autocarri con massa pieno carico superiore a 350 tonnellate di sorpassare un motociclo. Vero. بيمنع على الأوتوكاري، فإذا نقل بضائع superiore 350 تونلات يتجاوز 3.5 طن بأن يتجاوز موتوشيكلو، موتوشيكلو له محرك، فإذا vero. In presenza del segnale raffigurato un autocaravan، بلشنا أول شيء autocaravan، الأوتوكاراڤان هو لنقل الأشخاص وليس لنقل البضائع. Di massa a pieno carico superiore 350 tonnellate non può sorpassare veicolo o motore. Lei è stato anche già falso. Il segnale raffigurato consente a un autocarro, autocarro zan nakal badae, di massa complessiva superiore 350 tonnellate di sorpassare un motociclo. Consente a me, yesmah, in più punto, se consente o alla vieta. Consente, yesmah, falso, ma bismah lo bene il jawaz o un motociclo. Leish la enno autocarro o bi jawaz lato uno stone. Il segnale raffigurato consente alle autovetture di sorpassare gli autocarri sulla corsia di destra. Taisan. Il segnale raffigurato يوجد هذه الإشارة يسمح
للأوتوفيتورا اللي هي السيارة العادية، دي سورباسار اللي أوتوكاري سولا كورسية دي ديسترا. لا، التجاوز دائما بيكون من الكورسية دي سينيسترا، من الشارع اليساري. مو يعني أنا بتجاوز من اليسار، ما بتجاوز من اليمين. كورسية دي ديسترا من اليمين، لا فالسو. In presenza del segnale raffigurato, un'autovettura, dopo l'ashkhas, bellashna, con massa a pieno carico pari a 3 tonnellate, ma bihimmiza hiya pari a 3 tonnellate o l'akthar, trainante un carrello appendice. Il carrello appendice هو العربة الصغيرة التي تجر من قبل السيارة وبكون إلى نفس النمرة تبع نمرة السيارة، نفس التارجة. Può superare veicoli a motore, tastati a tajawuz, arabat, ladeha muharrik, vero? Lesh lan auto vettura, sayara adiyya. In presenza del segnale raffigurato, un'auto vettura, naql ashkhas, può sorpassare un autotreno, tastati a tajawuz, autotreno, li naql al babaya, naam. Huwa ma bistati a tajawuz, hiya fiya tistati a tajawuz. In presenza del segnale raffigurato, un'auto caravan, naql ashkhas, con massa a pieno carico pari a 4 tonnellate, ma bihimni 4 tonnellate, lanno li naql ashkhas, walau kan 100 tonnellate, può effettuare manovra di sorpasso, yastati' at-tajawuz, vero, yastati'. Il segnale raffigurato consente ad un autocarro, autocarro is a naql babaa, di massa a pieno carico inferiore a 3,50 tonnellate. Ma dama che non شوف اول شيء نقل شو وقديش وزنه. هو عمل لك autocarro is a babaa, بس شو عم يقول لك inferiore a 3,50 tonnellate. وزنه اقل من 3.5 طن. مو superiore, inferiore, aqal. فإذا consente, يسمح للأوتوكارو نقل بضائع أقل من 3.5 تونلات بأن يتجاوز un auto articolato, كمان نقل بضائع. vero. ليش؟ لأنه وزنه أقل من 3.5. لو superiore ما راح يقدر. In presenza del segnale raffigurato, un autocarro نقل بضائع بمسة أبينو كاري باري أتري تونيلات 3 طن. فإذا ما له 3.5 طن نقل بضائع بس ما وصل ل 3.5 طن. نون بو افيتوار مانوفرا دي سورباسو, لا يستطيع التجاوز. فالسو, يستطيع التجاوز. In presenza del segnale raffigurato, إذا un autocarro نقل بضائع massa a pieno carico pari a 3 tonnellate, 3 tonnellate, 3 tonnellate, non può effettuare, la yastati' ijra' amaliyat at-tajawuz, la, falso. In presenza del segnale raffigurato, i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,50 tonnellate, izan al-arabat allati hamulatuha tatajawaz 3.5 ton, destinati al trasporto di persone, mukhassasa li naql al-ashkhas, non possono effettuare manovra di sorpasso, la yastati'una at-tajawuz, falso. ليش؟ لأنهم persone, ashkhas, naql ashkhas, ولو تجاوزوا ال 3.5 ton, yastati'un at-tajawuz. In presenza del segnale raffigurato, un autocarro con massa massima a pieno carico superiore a 3,50 tonnellate, trainante un rimorchio leggero, può sorpassare un motociclo. Fi hal wujud hadhihi al-ishara, un autocarro, izan, baba'a, massa a pieno carico superiore a 3,50 tonnellate, fa izan yajawaz 3.5 ton, fa izan baba'a yajawaz 3.5 ton. Trainante un rimorchio leggero, voyageur araba khafifa, può sorpassare un motociclo, yastati' tajawuz
الدراجة النارية false. Il segnale raffigurato vieta, yamna على autocaravan واللي هو نقل أشخاص di massa complessiva pari a 6 tonnellate di effettuare manovra di sorpasso لأنه يقوم بإجراء عملية التجاوز. Vieta, la, falso. مسموح له يتجاوز. In presenza del segnale raffigurato, un autocarro, نقل بضائع, non può sorpassare veicoli a motore se sulla carta di circolazione, isala أوراق السيارة, è indicata una massa complessiva a pieno carico superiore a 350 tonnellate. إذا كان على أوراق السيارة مكتوب إنه هذه العربة حمولاتها تتجاوز 3.5 طن. نحن دائما كل أوراق السيارات مكتوب عليها قديش الحمولة اللي ممكن تحملها، بالذات العربات التي تنقل بضائع. فإذا تجاوز، إذا الأوتو كار مكتوب على الأوراق تبعه إنه هو في حمولته الكاملة يتجاوز 3.5 طن، فإذا non può sorpassare veicoli a motore، لا يستطيع تجاوز العربات التي لديها محرك غيره. تمام. هلا هون عنا اخر اشارة اللي هي سينيالي دي فيني ديل ديفيتو دي سورباسو بير لي اوتوكاري كي سوبرانو 350 طنلات. فاذا هاي الاشارة هي نهاية منع العربات التي تحمل بضائع بمنع تجاوزها للسيارات العادية. يعني هون أهم شغلة لازم نفهمها إنه أوتو كارو أوتو ترينو أوتو أرتيكولاتي هدول اللي إلهم علاقة بالبضائع حصريا صار فيهم يتجاوزوا أي سيارة بالدنيا هون وأي عربة، صار هون مسموح التجاوز للجميع، أي حدا ممكن يتجاوز أي حدا. فإذا خلينا نشوف الأسئلة. In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito agli autotreni, autosnodati, autoarticolati. ممنوع العبور بوجود هذه الإشارة للأوتوترين كذا فالسو. ما دخلها هي نهاية فقط المنع. In presenza del segnale raffigurato le autovetture devono sorpassare gli autocarri sulla corsia di destra. يعني بوجود هذه الإشارة العربات الصغيرة يجب عليها تجاوز الأوتو كاري اللي هي الكاميونات من الكرسية دي ديسترا اللي هي المسار اليميني للطريق. طبعا فالسو، ممنوع دائما التجاوز عن اليمين إلا في حالة واحدة، في حال كانت هذا راح نشوفها بعدين، مسموح التجاوز عن اليمين فقط في حالة إنه السيارة اللي أمامي مشغل إشارة نية الالتفاف إلى اليسار ويقترب من منصف الطريق، فأنت من هون فيك تجاوزه عن اليمين لأنه هو بكل أحوال وقف وحيروح على اليسار. طيب، in presenza del segnale raffigurato un autotreno di massa pari a 44 tonnellate può sorpassare un'autovettura. فإذا أوتو ترينو اللي هو لنقل البضائع وزنه 44 طن يستطيع تجاوز عربة صغيرة، طبعا يستطيع لأنه انتهى المنع. السينيالي رافيغوراتو إيه سينيالي بفيني بريسكريبسيوني، طبعا نحن قلنا إنه اللي كانت سابقا كلهم هدول اسم إشارات بريسكريبسيوني، فإذا فيني بريسكريبسيوني نعم نهاية الإجبار. Il segnale raffigurato non vale per le autocarri di massa complessiva pari a 7 tonnellate. Quindi l'ishara è موجوده هاي ما لها علاقه بعربات نقل البضائع autocarri التي يتجاوز التي يصل وزنها الى 7 تونلات. فالسو للجميع. هي il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso per autobus
di massa a pieno carico superiore a 350 tonnellate. بداية السؤال صحيح، بس كلمة أوتوبوس بتخربطنا. عم يقول لك السينيالي رافيجوراتو إنديكا لافيني ديل ديفيتو، تمام، ينتهي هذا المنع. دي سورباسو منع التجاوز، ينتهي، صحيح. بير أوتوبوس، نحن ما قلنا إنه أوتوبوس، قلنا هي المنع فقط لحامل البضائع. وليس للأوتوبوس لأن الأوتوبوس كان فيه يتجاوز حتى بوجود هذيك الإشارة. إذا دي ماسا بينو كاريكو 350 تونيلات بأنه يتجاوز 3.5 طن. فالسو. ليش؟ لأنه هي نهاية المنع للتجاوز مش للأوتوبوس وإلا وإما للسيارات التي تنقل بضائع. In presenza del segnale raffigurato, un autocarro può sorpassare un autobus. Autocarro, babae, yastatiya tajawuz al-bas, naam, yastatiya l'anno intaha al-mana, vero. Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso per veicoli merci, mihinne babae, di massa a pieno carico superiore a 350 tonnellate, vero. Hai, merci, walaysa autobus. فإذا فين ديل ديفيتو نهاية المنع صحيح. السينيالي رافيجوراتو إنديكا لا فين ديل ديفيتو دي سورباسو، إنه بوجود هاي الإشارة بخبرنا إنه انتهى منع التجاوز precedentemente imposto اللي كان موجود سابقا. فإذا vero. السينيالي رافيجوراتو è un segnale di pericolo. Falso. هي سينيال دي ديفيتو وليست دي بريكول وليست إشارة قرار. وهيك بنكمل إن شاء الله في الدرس القادم مسيرة الدروس، وراح نكمل باقي إشارات الديفيتو اللي هن المنع. مساءكم سعيد.